وعن دور الكون فيها فلنتحرر الموضوع قليلا. فمثلا فكر بقصة علاء الدين، على الأرجح قد سمعتها. يحمل علاء الدين المصباح وينفض عنه الغبار فيخرج الجني. وكلام الجني ثابت لا يتغير. عبدك بين يديك. إن تقصيت إثر الرواية إلى جذورها، الآن نعتقد أنه يمنحه ثلاث أمنيات، لكن إذا تقصيت جذور الرواية فلا حصر للأمنيات على الإطلاق. فكر بهذا. الآن لنأخذ هذه الاستعارة ونطبقها على حياتك. اذكر أن علاء الدين هو ذاك الذي يطلب دائما ما يريد، ومن ثم هناك الكون الواسع المتمثل في ذاك الجني الضخم والذي في أعرافنا أطلقنا عليه شتى التسميات، الملاك الحارس، الذات العليا، ولك أن تختار التسمية المناسبة لك. لكن كل الروايات تنبئنا بأن هناك شيء أكبر منا. وكلام الجني ثابت لا يتغير. عبدك بين يديك. يوجد عملية إبداعية مكونة من ثلاث خطوات، هي موجودة منذ 2000 عام. الخطوة الأولى هي أن تطلب. أصدر أمرا للكون، أبلغ الكون بما تريد وسيستجيب الكون لأفكارك. ما الذي تريده حقا؟ اجلس ودون ذلك على ورقة، اكتبه بالزمن المضارع. يمكنك أن تبدأ بكتابة أنا سعيد وشاكر الآن، ثم فصل كيف تريد أن تجد حياتك في جميع المجالات. وهذا ممتع حقا. الأمر أشبه بأن يكون الكون معروضا بين يديك وأنت تتصفح قائلا: أود أن أخوض هذه التجربة، أود أن أملك هذه السلعة، أود أن أتعرف على شخص كهذا. وهكذا تحجز طلباتك لدى الكون. الأمر سهل حقا. الخطوة الثانية هي أن تؤمن. آمن بأن كل ما تطلب هو ملكك الآن. فليكن لديك ما يسمى بالإيمان الراسخ، الإيمان بالمجهول. عبدك بين يديك. ويعيد الكون ترتيب نفسه لتحقيق ما تطلب لنفسك. معظمنا لم نسمح لأنفسنا سابقا بأن نرغب ما نرغبه بحق، لأننا لا نستطيع رؤية كيفية تحقيق ذلك. إن أجريت دراسة صغيرة ستعرف بالتأكيد أن جميع من حققوا أي إنجاز لم يعرفوا كيف سيقومون بذلك. كل ما عرفوه أنهم سيفعلون. لا حاجة بك أن تعرف كيف سيتم الأمر، لا حاجة بك أن تعرف كيف سيرتب الكون نفسه. أنت لا تعرف كيف، ستتلقى الإرشاد وستجذب السبيل. غالبا حين لا نرى الأشياء التي تمنيناها نشعر بالإحباط، نشعر بخيبة الأمل، ويبدأ الشك يساورنا. الشك يولد شعورا بخيبة الأمل. أعزل ذلك الشعور وبدله بالإحساس بإيمان راسخ. أنا أعلم من دون أدنى شك أن ما طلبته في طريقه إلي. الخطوة الثالثة والأخيرة في العملية هي أن تتلقى. فلتشعر بسعادة بشأن ما طلبت، فلتشعر كما ستشعر عند تحقق أمنيتك، فلتشعر بالأمر الآن. أثناء هذه العملية من المهم أن يكون إحساسك جيدا، أن تكون سعيدا، لأنك حين تكون سعيدا تضع نفسك في تردد ما ترغب. إنه كون يملك القدرة على الإحساس. إن أمنت بشيء فكريا فحاسب، ما لم تملك إحساسا مشابها يسند هذا الإيمان. فلا تملك بالضرورة القوة الكافية لتحقيق رغبتك على أرض الواقع. يجب أن تشعر بذلك. وبمجرد أن تحول تلك الأمنية إلى حقيقة تصبح في موقع يخولك بناء أمنيات أكبر وأفضل. وهذه يا صديقي هي العملية الإبداعية. ممارسة قانون التجاذب هي عبارة عن إدراك ما الذي قد يساعدك على توليد تلك الأحاسيس بأنك تملك الآن الشيء الذي تريده.
خذ سيارة أحلامك لجولة اختبار، تجول في منزل أحلامك، افعل كل ما يتوجب عليك لخلق الأحاسيس بأنه ملك لك الآن، واذكر تلك الأحاسيس. كل ما قد تفعله في هذا المضمار سيساعدك بالمعنى الحرفي على اجتذاب ما تريد. قد تستيقظ وتجده أمامك، وقد تجسد، أو قد تلهم بفكرة حول عمل يمكنك فعله. لا تقل أستطيع تحقيق الأمر، لكنه لا يروق لي. في هذه الحالة لا تكون على المسار الصائب. للضرورة أحكام، فإذا قمت بذلك بما يتفق مع ما يحاول الكون تقديمه ستغمرك الفرحة والحيوية، ويمكنك القيام بذلك طيلة النهار. العالم في تسارع، لا تؤجل الأمر، لا تتردد، لا تشكك عندما تكون الفرصة مؤاتية ويكون الحافز متوفرا، وعندما تشعر بوقت الحدث هذا هو دورك، تصرف. وهذا هو كل ما عليك فعله، لا تقف مكتوف اليدين. ستجذب حتما كل ما تحتاجه إليه، إن كان ما تحتاجه إليه هو المال، وإن كان ما تحتاجه إليه هو شخص ما، أو إن كان ما تحتاجه إليه هو كتاب معين. يجب عليك أن تنتبه إلى الأشياء التي تنجذب، لأنك بينما تتخيل ما ترغب سوف تجذب إلى الأشياء كما هي تجذب إليك، لكنها تنتقل إلى حيز الوجود معك ومن خلالك، وذلك يحدث بحكم القانون. ابدأ من لا شيء، ومن هذا اللا شيء، من طريق مسدود، ستجد السبيل. فكر بهذا، سيارة تسير تحت جنح الظلام، مصابيحها الأمامية تنير الطريق لمسافة 60 مترا أمامك، ويمكنك أن تقطع كل المسافة من كاليفورنيا إلى نيويورك، لأن كل ما عليك رؤيته هي الأمطار 60 التالية، وهكذا تتجلى الحياة تدريجيا أمامنا. إن وثقت بأن الأمطار 60 التالية ستنكشف أمامك، وكذلك الأمطار 60 التي بعدها، ستظل حياتك تتجلى أمام عينيك، وفي نهاية الأمر ستوصلك إلى غايتك. يتساءل الناس كم يستغرق الأمر حتى يتدبر؟ كم يستغرق تجلي السيارة، العلاقة، الثروة، أو أي إن كان ما تبتغي؟ أنا لا أملك أي كتاب قوانين يبين أن ذلك سيستغرق 30 دقيقة، 3 أيام، أو 30 يوما. أعتقد أن الأمر مرهون بكونك على مسار موازن للكون نفسه. في الحقيقة الحجم ليس له أهمية للكون. على المستوى العلمي اجتذاب شيء نعتبره ضخما ليس أصعب من اجتذاب شيء نعتبره متناهي الصغر. الكون يفعل كل ما يفعله دون أي مجهود على الإطلاق. العشب لا يجهد نفسه لينمو، إنها عملية خالية من الجهد. الأمر برمته متعلق بما يدور هنا وبما نصنفه. هذا عمل كبير ويستغرق مدة طويلة، وهذا صغير وسأنجزه في غضون ساعة. هذه قوانين نحن نحددها، الكون غير مقيد بهذه القوانين. إن توفرت لديك الرغبة لإنجاز الأمر الآن فالكون سيستجيب. لنبدأ بشيء صغير، كوب قهوة مثلا. اعتزم على اجتذاب كوب قهوة اليوم وستحصل على كوب القهوة. تخيل نفسك تكلم صديقا قديما لم تقابله منذ عهد طويل. بطريقة أو بأخرى شخص ما سيتحدث إليك عن صديق، سيتصل بك صديق أو ستصلك رسالة منه. يتعجب الناس من قدرة العثور على موقف لسيارتي، وأنا أفعل هذا منذ فهمت السر. أتخيل بقعة شاغرة لأوقف سيارتي تماما حيث أريد، وفي 95% من الحالات أجده فأركن السيارة، وأحيانا أنتظر دقيقة أو دقيقتين. أفعل ذلك باستمرار. الكثير يشعر أنهم عالقون أو محتجزون أو مقيدون في ظل الظروف الراهنة، وأنا أحاول أن أبين أنه بغض النظر عن الظروف التي تعيشها الآن فإنها ليست سوى واقعك الحالي. والواقع الحالي سيبدأ بالتغير نتيجة لمشاهدة هذا الفيلم والبدء باستعمال السر. إن رغبت بتغيير ظروف حياتك لابد لك أولا من تغيير طريقة تفكيرك. كلما تفقدت بريدك متوقعا أن تجد فاتورة حساب، خمن ماذا سيحدث؟ ستجدها هناك. في كل يوم تخرج مرتابا من الفاتورة لا تتوقع أي شيء رائع. إن تفكر بالديون تترصدك الديون، لذا فلا بد أن تأتي الديون لئلا تحسب نفسك جننت، وبشكل يومي تؤكد هذه الفكرة.
هل سأجد ديونا هناك؟ نعم، ها هي الديون. هل سأجد ديونا هناك؟ نعم، ها هي الديون. لماذا؟ لأنك توقعت أن تجد ديونا هناك وبالتالي ظهرت. فقانون التجاذب مطيع دائما لأفكارك. ازد لنفسك صنيعا، توقع استلام شيك. معظم الناس يتأملون وضعهم الرهن قائلين هذا ما نحن عليه، هذا ليس ما أنتم عليه بل ما كنتم عليه. لو نظرت إلى وضعك الراهن، ولنفرض أنك لا تملك مبلغا كبيرا في حسابك المصرفي، أو علاقاتك ليست كما تريد، أو لست بكامل لياقتك، هذا ليس ما أنت عليه بل إنها حصيلة ترسبات أفكارك وتصرفاتك في الماضي. نحن نعيش على الدوام في خضم هذه الترسبات من أفكارنا وأعمالنا التي حدثت في الماضي. حين تنظر إلى وضعك الراهن وتحدد نفسك تبعا لذلك، فأنت تحكم على نفسك بعدم الحصول على شيء أفضل في المستقبل. كل ما نحن عليه هو نتيجة للأفكار التي زورتنا في الماضي. حسنا، ماذا يمكنك أن تفعل الآن لتبدأ تغيير حياتك؟ سأطلعك على أمرين أو ثلاثة. ابدأ بإعداد قائمة بأمور أنت ممتن لها، لأن هذا يحول طاقتك، يحول مسار تفكيرك. ما قبل هذه المناورة ربما كنت تصب تركيزك على ما لا تملك، أو على الأمور التي تشكو منها، أو على مشاكلك عموما. حين تقوم بهذه المناورة تغير مسار حياتك، تغدو شاكرا للأمور التي تمنحك شعورا جيدا. الامتنان لا شك أنه الطريقة الفضلة لإثراء حياتك. كل رجل يعرف أن حين تقدر زوجته الأمور التي يقوم بها ماذا يرغب أن يفعل؟ يرغب بالقيام بالمزيد. الأمر متعلق دائما بالتقدير ويجتذب الدعم إليك. مهما كان الأمر الذي نفكر به، إن كنا شاكرين له نساهم في حدوثه. إنه ذلك الشعور الذي يجب أن يغمرك. بالنسبة لي كانت هذه مناورة بالغة القوة. في كل صباح أنهض وأتلفظ بكلمات الشكر. بمجرد نهوضي أقول شكرا وأباشر بمراجعة ما أنا شاكر له، بينما أنظف أسناني وأستعد في الصباح ولا أكرر الكلمات بشكل روتيني آلي، إنما أبرز تلك الأمور وتغمرني بمشاعر الامتنان. بمجرد أن يتغير شعورك حيال ما تملك الآن، ستجتذب المزيد من الأمور الحسنة التي يمكنك أن تكون ممتنا لها. يمكنك أن تقول لا أملك السيارة، لا أملك المنزل، لا أملك الصحة، لا أملك القرين الذي أرغب. تمهل تمهل، جميع هذه الأمور لا تريدها. ركز على ما تملك وما أنت ممتن له. ربما تكون عيناك التي تشاهد بها، أو قد تكون ملابسك. ربما تفضل شيئا آخر، وربما ستحصل على شيء آخر قريبا إن بدأت تشعر بالامتنان على ما تملك. الجميع يمرون في فترات بحيث يقولون ويلي الوضع ليس كما يرام، والوضع رديء. كانت لدي مشاكل عائلية ووجدت حصى، وأنا جالس الآن أحملها. ربما تساءلون لماذا وجدت حصى وضعتها في جيبي، وافتكرت أمورا أنا شاكر عليها. وكلما لمست هذه الحصى عندما نهض في الصباح أضعها في جيبي وأراجع الأشياء التي أنا شاكر عليها، وفي الليل تفرغ جيوبك وها هي مجددا. وقد عشت تجارب متنوعة بهذا الخصوص، تجارب مذهلة. كان لدي زائر من جنوب أفريقيا ورآني أسقطها فسأل واو ما هذا؟ شرحت له الأمر فلقطتها بحصاة الامتنان. حصاة امتنان؟ بعد أسبوعين وصلتني رسالة إلكترونية منه من جنوب أفريقيا. كتب يقول ابني يحتضر متأثرا بمرض نادر، إنه أحد أنواع مرض التهاب الكبد، فهلا أرسلت لي 3 أحجار امتنان؟ تلك كانت مجرد حصى عثرت عليها في الشارع. قلت طبعا. اهتممت أن تكون الأحجار مميزة، فذهبت إلى الجدول وبحثت عن الأحجار المناسبة وأرسلتها له. بعد 4 أو 5 أشهر تلقيت بريدا إلكترونيا منه يقول لقد شفي ابني وصحته ممتازة، لكن يجب أن أطلعك على أمر هام. لقد بعنا أكثر من 1000 حصى، الواحدة ب10 دولارات بصفتها حصى امتنان، وجمعنا هذه النقود للصدقة. أشكرك جزيل الشكر. لذا فهو أمر هام جدا أن تكون في مزاج الامتنان كما أسميه. ثمة أمر آخر أقترح أن تفعله الآن لتغير مجرى حياتك، وهذا أمر كبير جدا أعجز عن وصف أو تفسير قوة تأثيره الهائل عليك. تعلمت عملية التخيل من برنامج أبولو
وطبقتها في الثمانينات والتسعينات على برنامج الأولمبيات وأسميناها الاسترجاع الذهني الحركي. حين تتخيل تجسد. أخذنا رياضيين أولمبيين وقمنا بوصلهم بمعدات ارتجاع بيولوجي معقدة وطلبنا منهم تخيل الحدث في عقولهم فقط. لا يصدق، عملت العضلات بالتسلسل ذاته تماما كما حين عدوا على مسار السباق حين كانوا يعدون على مسار السباق. فالعقل لا يميز إذا ما قمت بالأمر حقا أم أنه مجرد تخيل. أعتقد أنك إن تخيلت الأمر ستحققه حتما. حين تتخيل، حين تتكرر تلك الصورة في عقلك دائما ودائما فقط، تمعن بالنتيجة النهائية. إليك مثالا، انظر إلى ظهر يدك الآن. حقا انظر إلى ظهر يديك، لون بشرتك، التجاعيد، الأوردة، الخواتم، الأظافر. انتبه إلى جميع هذه التفاصيل إلى أن تغمض عينيك، ثم باشر بتخيل يديك وكيف تلتف أصابعك حول مقود سيارتك الجديدة جدا. إنها تجربة تصويرية واقعية للغاية، توحي بأنها تحدث في اللحظة الراهنة، بحيث لا تشعر أنك بحاجة للسيارة لأنك تشعر أنك تمتلكها الآن. في الواقع الإحساس هو ما يخلق التجاذب، ليس التصور أو الفكرة فحسب. وأعتقد أن الكثيرين يظنون أن التفكير بشكل إيجابي أو تصور امتلاك ما يريدون هو أمر كاف، لكن إن فعلت هذا ولم تشعر بالوفرة أو المحبة والفرح، فذلك لا ينتج القوة العقلية التي تخلق التجاذب. في هذه النقطة بالتحديد يبدأ مفعول السر. تحمل نفسك على الإحساس بأنك موجود حقا في تلك السيارة، لا تفكر ليتها سيارتي أو يوما سأمتلك سيارة مشابهة، لأنه إحساس محدد مرتبط بالأمر، ليس في الحاضر كما ترى بل في المستقبل. إن بقيت في هذا الإحساس ستبقى تتمنى. أشعر بالبهجة، أشعر بالفرحة مهما بدا الأمر سخيفا في تلك الغرفة المظلمة، ولتصرخ ووهو، قم بذلك. كثيرون قد يترددون، ألا بد من قيام بذلك؟ لأي حد تريد التغيير؟ هذا الشعور وهذه الرؤية الداخلية ستغطو مدخلا مفتوحا، سوف تتجسد من خلاله قوة الكون الهائلة. ما هي هذه القوة؟ لست أدري، كل ما أعرفه أنها موجودة. وظيفتي ليست أن أعرف كيف، الكيفية ستتبين انطلاقا من الالتزام بالإيمان بالمطلوب. الكيفية هي تحت سيطرة الكون، فهو يعرف دائما أكثر، أقرب، أسرع وأكثر الطرق انسجاما بينك وبين حلمك. إن أوكلت الأمر كله للكون فستتعجب كثيرا مما يمكن أن يقدمه الكون لك. هكذا يتجلى السحر وتحدث المعجزات. يجدر بك القيام بالأمر فعليا على نحو يومي، لكن من جهة أخرى يجب ألا يتحول الأمر إلى مهمة روتينية. الأهمية الكبرى بالنسبة إلى السر برمته هي للشعور الحسن. يجب أن تبتهج من العملية برمتها، يجب أن تكون مغتبطا سعيدا ومنسجما قدر استطاعتك. الفارق الوحيد أن الأشخاص الذين يحيون بهذا الأسلوب يعيشون سحر الحياة، والذين لا يفعلون يملكون أنماطا حياتية عادية، بينما الأولون جعلوا قانون التجاذب عادة لديهم والسحر يرافقهم حيثما ذهبوا، يتذكرونه فيستعملونه على الدوام لا كحدث عابر. يلتزم البعض بالأمر الحين ويقومون بذلك بشكل ممتاز، يتحمسون للفكرة بعد مشاهدة البرنامج ويعقدون العزم على تغيير حياتهم، لكن النتائج تتأخر عن الوصول وتكاد تظهر فوق السطح، لكنهم ينظرون إلى النتائج الظاهرة فوق السطح قائلين هذه الطرق غير مجدية. أتدرون؟ يجيب الكون، لبيك عبدك بين يديك.
وتختفي النتائج الحسنة. عندما تعرفت على قانون التجاذب رغبت أن أختبره، أن أرى ماذا سيحدث. وفي عام 1995 بدأت أعد لائحة رؤية، بحيث كنت أخذ شيئا أود إنجازه أو شيئا أريد اجتذابه، كسيارة أو ساعة أو نصفي الآخر، ورحت أعلق صورا لما أريد على لائحة الرؤية. بينما أكون جالسا في مكتبي أتأمل هذه اللائحة وأباشر بالتخيل، أدخل في حالة نفسية وكأنني أمتلك كل ذلك الآن. استعدت للانتقال من منزلي ووضعت الأثاث والصناديق وانتقلت إلى 3 منازل مختلفة في غضون 5 سنوات. وصلت إلى كاليفورنيا، اشتريت هذا المنزل ورممته طيلة سنة، ثم نقلت أمتعتي من منزلي السابق من قبل 5 سنوات. ذات صباح في 7:30 صباحا دخل ابني إلى مكتبي، وكان أحد الصناديق المقفلة منذ 5 سنوات قرب الباب. فجلس ابني على الصندوق وراح يطرق علي بقدميه، فطلبت منه: عزيزي هل توقفت؟ ماذا في الصندوق يا أبي؟ أجبته: هذه لوائح الرؤية. أي لائحة؟ إنها لائحة أعلق عليها أهدافي، أضع قصصات تصور أهدافي، الأشياء التي أريد تحقيقها في حياتي. وبالطبع ابن 5 سنوات ونصف يصعب عليه فهم الأمر، فعرضت عليه أن أريه إياها، فهذه أسهل طريقة. ومن ثم فتحت الصندوق، وحين أخرجت إحدى اللوائح رأيت صورة منزل كنت أتخيله قبل 5 سنوات، وشعرت بالصدمة إذ أدركت أننا مقيمين في هذا المنزل وليس في منزل مشابه له. قد اشتريت منزل أحلامي ورممته دون أن أعرف، لم أشح بنظري عن صورة المنزل ورحت أبكي فقد سعد. لماذا تبكي يا أبي؟ عزيزي أخيرا أدركت كيف يعمل قانون التجاذب، أخيرا أدركت قوة التخيل، أخيرا فهمت كل ما قرأت، كل ما عملت به طيلة حياتي، كيف بنيت شركاتي. نجح الأمر في منزلي أيضا، واشتريت منزل أحلامنا دون أن أعرف. قرر ماذا تريد. آمن بأنك تستطيع نيله، آمن بأنك تستحقه، آمن بأنه ممكن، ثم اغمض عينيك كل يوم لبضع دقائق وتخيل أنك تملك الأشياء التي تريد، واشعر بأحاسيس كأنك تملكها الآن. بعد ذلك صب تركيزك على ما أنت شاكر عليه الآن واستمتع بالأمر، ثم تابع يومك واطلق هذا الأمان للكون، وكن على ثقة بأن الكون سيعرف كيف يجسدها. كان السر تغييرا حقيقيا بالنسبة لي، إذ أنني نشأت لدى أسرة حيث كان والدي سلبيا للغاية، وظن أن الأثرياء هم قوم يختلسون أموال الجميع، وبالتالي اعتقدت أنه إذا توفر لديك المال إذا أنت شخص سيء، وأن الأشرار فقط يملكون الثروات، وكذلك النقود لا تنمو على الشجر. كان هذا قولا معتادا، من تحسبني روكفيلر؟ هذا كان من أقواله المفضلة. لذا فقد نشأت معتقدا أن الحياة صعبة، أنها عسيرة، وأن عليك أن تقاسي. وفقط بعد أن قابلت دبليو كليمنت ستون بدأت أعدل مسار حياتي. كل ما يستطيع العقل استيعابه يمكن إنجازه. عندما كنت أعمل مع ستون قال لي: أريدك أن تضع لنفسك هدفا كبيرا، بحيث إذا حققته ستصيبك الدهشة وستعرف بأنك حققت هذا الهدف فقط بفضل ما علمتك إياه. حسنا، في حينه كنت أجني نحو 8,000 دولار في السنة، فقلت نفسي أريد أن أجني 100,000 دولار في السنة. لم يكن لدي أي فكرة كيف أستطيع أن أفعل ذلك، لم أرى أي استراتيجية، أي إمكانية، ولكن قلت وحسب، سأعلن ذلك، سأؤمن بذلك، وسأتصرف وكأن ذلك صحيح، وسأحرر ذلك، وهذا ما فعلت. وأحد الأمور التي علمني إياها هو أن أغمض عيني كل يوم وأتخيل أهدافي وكأنها تحققت. ثم صنعت فعلا ورقة نقد تصور 100,000 دولار وعلقتها على السقف، وهذا أول شيء أراه عندما أستيقظ، أنظر إلى الأعلى فأراها. ثم كنت أغمض عيني وأتخيل أن أملك 100,000 دولار ونمط الحياة. لم يحدث شيء في الأيام 30 الأولى، لم يأتني أي وحي بفكرة ملهمة، لم يعرض علي أحد المزيد من المال،
وفجأة كنت في الحمام وكان قد مضى 4 أسابيع منذ بدأ مشروعي، وخطت لي فكرة تساوي 100,000 دولار. كنت قد كتبت كتابا وفكرت إن تمكنت من بيع 400,000 نسخة من كتابي، النسخة مقابل ربع دولار سأجني 100,000 دولار. لم يسبق أن خطرت لي هذه الفكرة. وأحد الأسرار برأيي هو أنه حين تخطر لك فكرة ملهمة يجب أن تثق بها ويجب أن تتصرف بناء عليها. لم أعرف كيف سأفعل ذلك، لم أعرف كيف سأبيع 400,000 نسخة، لم يسبق أن قمنا بذلك. ثم رأيت مجلة ناشونال إنكوايرر، رأيتها ملايين المرات سابقا ولم تكن سوى خلفية، وفجأة لفتت انتباهي بشدة كواجهة، وفكرت مخاطبا نفسي لو علم القراء بشأن كتابي. وبعد 6 أسابيع ألقيت خطابا أمام معلمين في كلية هانتر في نيويورك، وتوجهت إلي السيدة في النهاية وقالت: كان خطابا رائعا، سأحاورك، هاك بطاقتي. فقلت: لصالح من تكتبين؟ أنا صحفية أبيع مقالاتي لناشونال إنكوايرر. ورحت أسمع في مخيلتي موسيقى فيلم منطقة الشفق